أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دابنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تشهد محلية جبل مون بولاية غرب دارفور ومنذ أسبوعين أحداث دامية سقط فيها مجموعة من القتلى والجرحى، خلفت عدد من النازحين. حلقتنا الليلة لقاء مع الأستاذ حسن إمام، رئيس مجلس شورى جبل مون، كنا أجريناها معه يوم الجمعة الماضي، تناولنا فيها آخر تطورات الأحداث في محلية جبل مون وأسباب الصراع. أهلا ومرحبا بك الأستاذ حسن إمام في راديو دابنغا، وابتداء أطلعنا على آخر تطورات الأحداث الدامية بمحلية جبل مون. نعم تفضل. أولا اليوم من الصباح حاولت ألقاهم ما لقيتهم، فتطورات من أمس المغرب لليوم الصباح ما عندي، انشغلت ما اتصلت بهم، ولكن لحد نمنا امبارح هجوم من نوع بتاع ماليشيا، حاولوا يسرقوا أبقار، والمسألة بتاعتهم دي فشلت واصطدموا مع الأهالي. هذا الاصطدام كان عنيف جدا جدا، لأنه استمر اليوم كله من الصباح الباكر لحد الساعة 6-7 مساء. آخرتها المجموعة المعتدية دي حاصروها في جبل، طلعوا الجبل والجماعة دي حاصروهم وغابت وبيتوا على كده، في جماعة معلقين في الجبل فوق وفي جماعة حارسينهم من تحت. الجماعة تحت ديل ماتوا منهم 14 وفقدوا 4. المجموعة الثانية دي ما معروف فاقدين كم لحد حسع، ولكن بيقولوا فقدهم كبير. اليوم الصباح حاولت أتصل وما لقيت طريقة. أنا مبارح تحدثت مع الوالي الأسبق لغرب دارفور الأستاذ محمد عبدالله الدومة، في معرض حديثه مصيرة لأنه الأحداث الجارية في غرب دارفور وجبل مون على وجه الخصوص ليست أحداث قبلية بالمعنى الحرفي. أنت رئيس مجلس الشورى يعني، والأحداث دي تكررت في المنطقة، أنت تقييمك للصراع الجاري ده شنو؟ طيب بس تظهر علي شوية أقول لك الآتي. دارفور دي كانت حواكير، جبل مون حاكورة تحت مسمى دار جبل، ودار جبل دي دار من قبل 900 سنة، ويعتقد أنها أو المليري ديل اللي هم مسيرية بالعربي، لما تسأل عن بالعربي يسمى مسيرية، ولما تقول إينما تعني بالروطانة هم مليري. المليري ديل قبل 900 سنة عندهم ملك اسمه مون، وجاء العرب ديل داخلين وقالوا جبل مين الجبل ده، فقال له حاكم عليه مون فسموه جبل مون، اللي هو نسب الجبل على مون للحاكم. ومن الوقت ذاك استمر، ما كانت عندنا مشاكل كثيرة لحد ما ظهر لنا مجموعات أخيرا مع آخر جفاف تصحر، عندهم مشكلة بتاعت مراعي، بيزحفوا من الشمال للجنوب بيخلقوا مشاكل وبيرحلوا لما يجي الخريف. شوية شوية فكروا في أنه بدل ما يمشوا يجوا يستقروا في مناطق المراعي، فالقضية بقت من مجرد راعي ومزارع بقت الراعي ده داير يستقر، فبقت مشكلة أرض، ببحث عن أرض يستقر فيه. ولكن شوية شوية المسألة الآن هي ما مشكلة أرض ولا مشكلة موية ولا مشكلة موارد التقليدية المعروف. جبل مون ظهر فيه ذهب، وكان أصلا معلوم أنه عنده يورانيوم ومعادن مختلفة، ومعروف اللفت بتاع الذهب ده عمل شنو في السودان، في مجموعة كان احتلوا عملوا حاجة سموها جبل عامر، قصة معروفة بالنسبة لكل زول، والآن شغالين في حتة بيسمينا سونغو في أقصى جنوب دارفور، لما اتضايقوا لسبب لا نعلمه سلموا جبل عامر، لقوا نفسهم الآن محتاجين لحاجة تعوضهم، لأنه استراتيجياتهم بقت برضو ما مجرد دعم سريع ولا حاجة، عندهم استراتيجية ربما طموحة جدا جدا حكم السودان كله، فعشان كده دايرين
منطقة جبل مون لأسباب كثيرة زي ما قلت لك، التقليدية المعروفة مرعى وموية وكلام زي ده، آخرتها بقى ذهب، ولكن عينهم الآن على اليورانيوم دوليا، والأهم من ده كله هم عاوزين أكسس لتشاد وربما للنيجر وطنهم التقليدي المعروف، لأنهم إذا حكموا السودان لا يستطيعوا أنه كجنجويد يمتدوا إلى الشرق أو الشمال، فدائرين الامتداد حقهم يكون للغرب. ده ما أراه أنا، وأتمنى أنه يكون يعني الكلام ده مستوعب بالفهم بتاع أنه الظرف تغير تماما، وهم حسب متعاملين مع هذا الظرف. التقليد اللي يعني أو الكلام التقليدي اللي نقول عن أنه الرعاة ومزارعين ده بقى أنسوه تماما، خاصة وأنه خبر لا أستطيع أن أؤكده، ولكن لا أستطيع أن أنفيه أيضا، أنه الدعم السريع الآن يتكلم عن طيارات ويتكلم عن مسيرات ويتكلم عن حاجات ما في خيال المواطن السوداني العادي، وعشان كده نقول بس ربنا يهول وربنا يرفع البلاء. في السودان نتعقل عشان نقدر نتعايش مع بعض. مستمعنا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم التي استضفنا فيها الأستاذ حسن إمام رئيس مجلس شورى محلية جبل مون، تناول فيها آخر التطورات حول الأحداث الدامية الجارية في المنطقة وأسباب الصراع. أنا بشكر الأستاذ حسن إمام وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.